في عالم مليء بالتحديات، الأحداث في مختلف المجالات كتسارع، وهنا الخلاف كيبرز والصراع كيشتب، ودورنا هو التفتيش على أسئلة الناس وعلامات الاستفهام، نربطوا الدلائل والقرائن، نكشفوا الكواليس ونفندوا الشائعات. خويا دريس جربي المايك. شو دريس؟ الكلاشينكوف سلاح كيقتل 400,000 إنسان. صامخش شحال ديال البولوك؟ شحال الضم ليه؟ فاشور فيسكاش ثلاثة جوج واحد. معكم عمور إدريس، تسناوني في لونكات قريبا على MTV بودكاست.